السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم في حرف الجيم الممدود. هنتكلم عن كتابة حرف الجيم كتابة صحيحة والتعرف على المد بالألف والمد بالياء والمد بالواو، ونكتب كلمات بها مدود. حرف الجيم الممدود زي ما احنا شايفين، حرف الجيم الممدود أدي حرف الجيم اللي احنا شايفينه. عندي ثلاث أنواع للمد. عندي مد أولا مد بالياء زي ما احنا شايفين اللي باللون الاحمر، مد بالياء نجيبو. هنلاحظ ان هنا الجيم كسرت، معنى كده ان المد مش هنطقه وهكسر الجيم، نجيبو. يبقى هنا مد اسمه مد بالياء. طب نشوف الكلمة اللي بعدها، وجوهو وجوهن وجوهن. هنلاحظ هنا حرف الواو، جالي مد بالايه؟ بالواو. يبقى الحرف اللي قبله اعمل فيه ايه؟ هضمه، وجوهن وجوهن. جابر هنا مد بالايه؟ بالالف. نعم، وبكده نكون اتعرفنا على كتابة حرف الجيم كتابة صحيحة، والمد بالالف والمد بالياء والمد بالواو، وهنكتب كلمات بها بعض المدود. سؤال متروك للطالب، لاحظ الفرق، جذر جذر، رجل جذر جذر. وبكده نكون قد انتهينا من درسنا، على أمل بلقاء إن قدر لنا الله البقاء واللقاء مع نفهم نتعلم ببساطة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.